ثمرة هذه التقوى في الجنة الآخرة رضا الله، لكن في الدنيا، في الدنيا ثمرتها عجيبة عظيمة، وهي نور يقذفه الله في قلب عباده الأتقياء، يميزون فيه بين الخير والشر، بين الطيب والخبيث، بل بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم نور في قلوبكم ترون ما لا تراه الأبصار، تعرفون ما لا يعرفه الناس، نور، نور في القلب تميز به الحق من الباطل، خصوصا وقت الفتن. الناس في الحرج والمرج وما يعرفون الحق بالباطل، وأنت على طريق الحق، وأنت على البصيرة، وأنت تعرف طريق الهدى. يعرف الناس الهدى بعدك، ويتذكروا أنك قلت لهم الحق قبلهم، فيقولون نعم والله أصبت الحق، لكن بعد فوات الوقت، بعد ضياع الوقت، بعد ضياع العمر، بعد ضياع هذا الزمان الذي هو وقت نفيس، كل ثانية فيه، كل دقيقة فيه، كل ساعة فيه، كل يوم فيه، كل أسبوع فيه، كل سنة فيه، لا يستحق إلا أن يكون برضا الله، ولا يكون برضا الله إلا بأن تكون من أهل التقوى، بأن تكون في مراقبة الله. وبخلافه إذا لم تكن في مراقبة لله كنت من الغافلين، وإذا كنت من الغافلين سرق الشيطان قلبك، سرق الشيطان قلبك إلى حب الدنيا، سرق الشيطان قلبك إلى الغفلة، سرق الشيطان قلبك إلى الشهوات، وربما استطاع أن يسرق قلبك إلى الشبهات ثم إلى الكفر والعياذ بالله. كل هذا وأنت مسروق ولا تعرف بنفسك، بسبب أن قلبك غافل عن سيده. خلقك ويراقبك ويعلم بك في كل لحظة وأنت غافل عنه، كيف يستقيم هذا؟ لذلك ربح هؤلاء الأتقياء جنة ورضا في الآخرة، وفهما ونورا وهداية في الدنيا. هذا معنى من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. هكذا يكون الحديث كاملا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده. هو راشد، هو هادي، هو مرشد، هو مهدي، هو على الحق. كيف أستطيع أن أكون هكذا؟ أنى لي أن أكون في كل لحظة من الذاكرين، أنى لي أن أكون في كل ركعة من الخاشعين. ما يحصل هذا بالأمر السهل. نعم، نعم، ما يحصل بالأمر السهل، لأنها سلعة غالية، لأنها أغلى ما أوجده الله لعباده، وهي رضاه وجنته. لأجلها بعث الله الأنبياء ليأخذوا هؤلاء العباد إلى رضوانه. إذن كيف؟
كيف يكون لي نورا في القلب؟ كيف يحصل لي فرقان ببركة هذه التقوى؟ كيف يحصل لي فرقان، يحصل لي نور؟ أعلم بحب الله، أعلم بحكمة الله، أعلم وأشعر بمدد الله. كيف لي؟ وهو أمر صعب أؤمن به وأريد أن أكون من أهله، ولكن لا أقدر عليه. وهذا هو سر صحبة أهل التقوى، هذا هو سر الصحبة، هذا هو سر أن تعبد الله مع العابدين، لا أن تعبده وحدك. إياك نعبد. هذا هو السر أن تطلب من الله المدد وتستعين به مع المستعينين لا وحدك، وإياك نستعين. هذا هو العاقل الذي يصرف عمره لصحبة هؤلاء، عباد الله، أحباب الله، أولياء الله، أتقياء الله في هذه الأرض الفانية، في هذه الأرض القبيحة التي نعصي الله عليها، في هذه الأرض التي هي في الأخير إلى فناء وزوال. العاقل الذي يريد أن يفقهه الله في دينه ويلهمه رشده، يعيش هاديا مهديا ويموت على الهدى ويحشر مع أهل الهدى، هذا طريقه، وهذه غايته ومقصده ووسيلته كلها، أن يصرف عمره لصحبة هؤلاء، لمحبة هؤلاء، لمجالسة هؤلاء، لمراقبة هؤلاء، للانتفاع من سر هؤلاء، لأنهم أهل الخفاء، لأنهم أهل الإخلاص، لأنهم أهل المراقبة، لأنهم أهل المحاسبة، لأنهم أهل الذكر الخفي، لأنهم مع الله وأنت مع الشهوات، وأنا مع الدنيا، وذاك مع المعاصي، وهذا مع الذنوب. لا طريق لنا للوصول إلى مراد الله إلا من هذا الباب. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما ينفعنا، واجز عنا يا ربي مشايخنا وآباءنا وأمهاتنا وأحبابنا ومن علمنا وله حق وفضل علينا وشهداءنا خير الجزاء. آمين 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 يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.